رحيم ستيرلينج يرفض الخروج من نادي مانشستر سيتي، وبوتيتشينيو بديلا لبيب غوارديولا في نادي مانشستر سيتي، وايضا ريال مدريد يستغل المشاكل المتواجده في قلعه السكاي بلوز. وطبعا اعزائي المشاهدين، قبل بدايه هذا الفيديو فلا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والضغط على زر لايك تشجيعا لنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. طبعا رفض النجم الانجليزي رحيم ستيرلينج فكره العروض المقترحه عليه منذ العقوبه التي اصدرها الاتحاد الاوروبي، واثبت ولاءه ووفائه لنادي مانشستر سيتي. وايضا جاء هذا البيان عبر صحيفة The Mirror الإنجليزية، حيث نشرت تقريرا مطولا يفيد أن ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب بما يقارب 180 مليون يورو. ولكن أعزائي المشاهدين، رحيم ستيرلينج يثبت ولاءه ووفائه لهذا النادي ولن يتعاقد معه في الموسم القادم. ورحيم ستيرلينج نجح معه بيب غوارديولا في إعادته مرة أخرى بمستوى متميز للغاية، فقد أصبح أحد المؤثرين في نتائج الفريق، كما كان أنه لديه دور كبير في إحراز لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث كان كآلة يعني آلة تهديف فقط، ولكن حسب هذا الموسم يعني مستواه تراجع كبير. وأيضا كما قلت لكم، بوتيتشينيو بديلا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، حيث حاولت بعض الصحف الإنجليزية البحث عن الاسم البديل للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، خاصة أنه من المحتمل رحيله في حالة تأكيد عدم مشاركة سيتي في دور أبطال أوروبا لموسمين قادمين. وأبرز الأسماء المرشحة للمدرب الأرجنتيني بوتيتشينيو الذي يبحث عنه نادي لتدريبه بداية من الموسم المقبل، حيث توجد عروض من جانب مانشستر يونايتد وبعض الشائعات حول بايرن ميونخ. أيضا كما قلت لكم في بداية الفيديو، ريال مدريد يستغل مشاكل مانشستر سيتي، حيث يحاول نادي ريال مدريد البحث عن النجوم المؤثرين في نادي مانشستر سيتي مثل كيفين دي بروين، رحيم ستيرلينج والعديد من اللاعبين، تمهيدا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مستغلا ذلك مشكلة السيتي مع الاتحاد الأوروبي الذي سيمنعه من المشاركة بدور أبطال أوروبا لموسمين متتاليين. والملك الإسباني سيعرض أعزائي المشاهدين للمعلومة 180 مليون يورو على النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج من أجل الموافقة على رحيله في الدور الإسباني، وأيضا كيفن دي بروين هو أيضا من اهتمامات هذا النادي الملكي. فهل تجدون أعزائي المشاهدين أن هذه الصفقات ستبلي حسنا مع نادي ريال مدريد؟ وهل تعتقدون أن رحيم ستيرلينج وكيفن دي بروين سيتعاقدون مع نادي مانشستر مع ريال مدريد في الموسم القادم؟ أعلمونا في التعليقات. ووجهة رياض محرز إذا يعني أعزائي المشاهدين خرج من نادي مانشستر سيتي بصفة رسمية بعد انتهاء هذا الموسم وعدم لعب يعني موسمين في الشامبيونز ليج، يعني رياض محرز موجه بكثرة وكل الحظوظ تقول أنه ذاهب إلى تشيلسي ليزامل يعني جاره، يعني أعزائي المشاهدين جاره حكيم زياش الذي انتقل حديثا إلى نادي تشيلسي. طبعا أعزائي المشاهدين كان هذا فيديو اليوم، لا تدعمنا بلايك، اشتراك في القناة، تفعيل زر التنبيهات، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله.